اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. في العرب الجديد، المتظاهرون العراقيون يدرسون جدوى الانسحاب من الميادين بسبب كورونا. في المدى، الكاظمي يشكل فريقا للتفاوض مع واشنطن واخر لملاحقه قتله المتظاهرين. في البصائر، ملايين الدولارات تخرج يوميا من نافذة بيع العملة بمستندات وهمية. في الزمان، ارتفاع قياسي لإصابات كورونا في العراق وتسجيل 429 إصابة جديدة. في الهيئة نت، مستشفيات بغداد تخلو من نماذج الفحص وتكتظ بالحالات المشتبه بإصابتها بكورونا. في الخليج، كورونا إسبانيا بلا وفيات لأول مرة وأدنى حصيلة بريطانية منذ الإغلاق. وفي القدس العربي، ترامب يهدد بنشر آلاف الجنود لوقف الاحتجاجات وأعمال العنف. الآن إلى المقالات، البداية مع هذا المقال وجاء في مطلعه: لم تنتظر إيران طويلا لتسقط قنابلها على رأس حكومة الكاظمي وتضع العصي في عجلتها. يبدو أن توجهها نحو السعودية لمواجهة الأزمة المالية بعد إفراغ خزينة العراق وإفلاسها بسبب نهب الأحزاب وانخفاض أسعار النفط وباء كورونا. مجد السامرائي يرى في صحيفة العرب اللندنية أن الكاظمي لم يكن أمامه وهو يستشعر مخاطر الانهيار الشامل سوى اللجوء إلى الرياض، ولو وجد الخير في طهران لذهب بنفسه إليها، لكنه على يقين أن النظام الإيراني لا يقدم العون بل يريد إبقاء العراق راكعا ذليلا. لو كان خامنئي صادقا في الشعارات التي يطرحها لما تردد في اتخاذ خطوات يخفف بها الأعباء عن العراق واتخاذ خطوات حقيقية لدعم حكومته، وتنازل عن المطالب بأجور الطاقة الكهربائية التي يزوده بها، وجمد أعمال النهب لشبكات عصابته المنتشرة في المصارف العراقية ومكاتب الصرافة. بدلا عن ذلك، أوعز لأدواته من الميليشيا داخل العراق بفتح النار على رئيس الحكومة بعرقلة خطواته الاستثنائية بالذهاب إلى السعودية التي أبدت استعدادها لإنقاذ الوضع، وقدم دعما نقديا فوريا بقيمة 3 مليارات دولار. وكما جرت العادة، أبطال الحملة التي شنت ضد الرياض هم وجوه برلمانية متطرفة تابعة لميليشيا موالية لطهران. فبعد يوم من زيارة وزير المالية العراقي إلى السعودية، هددت ميليشيا حزب الله العراقي بنقل عملياتها المسلحة إلى السعودية، ولم تعلق حكومة الكاظمي على ذلك. لم تجد القوى الكارهة للشعب العراقي غير النغمة العتيقة: دعم السعودية للإرهابيين في العراق في توظيف رخيص لأرواح العراقيين الذين سقطوا ضحايا بيد الإرهاب، والسعودية نفسها ضحية من ضحايا هذا الإرهاب المدبر. ولو كانت الميليشيات حريصة على الدم العراقي لما تورطت بقتل شباب الانتفاضة العراقية، وقبلها غيبت الآلاف من الأبرياء وقتلت الكثير منهم. يتساءل ماجد السامرائي كذلك ويقول: أليس من المنطقي أن يفتح ملف الإرهابيين من قبل جهة عراقية نزيهة بشراكة أممية بدلا من ميليشيات تدور حولها اتهامات بقتل العراقيين وتنفذ أجندات خارجية؟ فتاريخ يثبت دائما أن المنتصر في النهاية هم الشعوب، ولا بد في النهاية للقيد الإيراني الذي قيد به العراقيون، لا بد له أن ينكسر. شكرا للذين رفعوا صور أسيادهم في شوارع بغداد عاصمة الرشيد ومدن العراق الأخرى. شكرا وألف شكر لكل العملاء والتابعين ممن يذكروننا دائما بجرائم هؤلاء حتى لا ننسى. مثنى عبد الله يقول في صحيفة القدس العربي إن حال لسان العراقيين اليوم يقول: هل صدئت معادن الرجال في العراق ولم يعد فيه من يكون رمزا كي نستورد من الشرق زعامات؟ المزيد في المادة الآتية.
غطت شوارع بغداد وساحات المدن الرئيسة صور خميني وخامنئي وقاآني والسليماني ومن لف لفهم من الذيول والأتباع بمناسبة ما يسمونه يوم القدس العالمي، وكأن العراقيين نسوا القدس وكل فلسطين ولم يعد من أحد يذكرهم بها إلا حينما يرون صور هؤلاء أمام أعينهم، وكأن من يرقدون شهداء من الجيش العراقي في مقابر جنين ونابلس والمفرق اليرموك الذين رووا بدمائهم الزكية أرض فلسطين والأردن وسوريا إيرانيون وليسوا عراقيين. فليقل لنا الآن من يرفعون صور الإيرانيين في بلادنا ماذا قدم أسيادهم إلى القضية الفلسطينية التي يحاولون المزايدة بها على العراقيين؟ كم شهيدا إيرانيا سقط على أرض فلسطين؟ وكم مرة شارك الجيش الإيراني في القتال ضد الصهاينة؟ والجواب ببساطة شديدة هي أن القضية ليست قضيتهم، إنهم فقط يستثمرون فيها لمصلحة الأمن القومي الإيراني، لذلك نجدهم في كل مرة يريدون تدمير بلد عربي يرفعون شعارا جديدا. مرة يقولون إن الطريق إلى القدس يمر عبر بغداد وكربلاء ويدمرون العراق كله، ومرة يقولون إن الطريق إلى القدس يمر عبر دمشق ويدمرون سوريا، وثالثة يقولون إن الطريق إلى القدس يمر عبر بيروت ويدمرون لبنان، واليوم يقولون إن الطريق إلى القدس يمر عبر صنعاء، وها هم يدمرون وأعوانهم كل اليمن. ويضيف مثنى عبد الله إنه لو سألنا من يرفعون صور الإيرانيين في العراق عن تعريفهم للعراق الذي لا يعرفون ماذا يقولون، لأنهم لا يؤمنون أو لأنهم يؤمنون بأن العراق جزء من ولاية الفقيه، لكنك لو سألتهم عن أنفسهم من هم سيقولون لك إنهم جند من جنود الولي الفقيه، أي أن الجغرافيا والتاريخ والأيديولوجيا والولاء وكل التفاصيل الأخرى لديهم مختلفة عن بقية العراقيين. الحمد لله أن انتهى مصطلح الطرف الثالث واكتشفنا أن كائنات هبطت من الفضاء هي التي تقف وراء إزهاق أرواح أكثر من 800 متظاهر. علي حسين يشير في صحيفة المدى إلى تصريحات حكومة عادل عبد المهدي التي قال فيها إن جريمة قتل المتظاهرين تحولت إلى ملف تحقيقي، لكن هذه الملفات تبقى دائما في ضيء النسيان، فلا أحد من القلعة الحصينة لعادل عبد المهدي يريد أن يفعلها. بالأمس خرج علينا وزير الداخلية في عهد حكومة عبد المهدي ليخبرنا أن لا وجود لما يسمى الطرف الثالث، وأن قتلة المتظاهرين تم اعتقالهم. وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنة الذي أراد أن ينافس الببغاء عبد الكريم خلف قد قال بتاريخ 19 من نوفمبر 2019 إن هناك طرفا ثالثا يحاول حرف مسار التظاهرات من السلمية إلى استخدام العنف. فمن نصدق؟ الوزير الذي قال إن المتظاهرين رفعوه على الأكتاف وهم يهتفون باسمه ويقدمون له الزهور، أم المتحدث باسم وزارة الداخلية؟ منذ أيام تندلع تظاهرات عنيفة في أمريكا احتجاجا على مقتل مواطن واحد على يد رجل شرطة، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها لن نسكت أبدا، فيما عادت إلى الشوارع والساحات صور المناضل الأمريكي مارتن لوثر كينغ الذي قتل قبل 52 وهو يندد بالتمييز العنصري، وكان كينغ يخطب بالجماهير بصوت عال لدي حلم. حكومة عادل عبد المهدي وقبلها حكومات المالكي أخبرتنا وبالعرب الفصيح لا حلم بالاستقرار والعدالة والرفاهية في هذه البقعة من الدنيا التي تسمى بلاد الرافدين. ويقول علي حسين أيضا أنه حتى لو فرضنا أن ما قاله وزير الداخلية السابق ياسين الياسري صحيح، لكن قصة موت المئات من المتظاهرين صارت الخبر الأول في صحافة العالم، وإنها بالضرورة وصلت إلى مسامع السيد الوزير، فماذا فعل؟ هل قدم استقالته؟
ما قدمته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق من جهود مقارنة بما يجري في الدول التي انتشر فيها وباء كورونا لا يرتقي أبداً إلى المستويات المقبولة. كاظم المقدادي يرى في صحيفة الزمان أن هذه اللجنة ظلت متواضعة في عملها ومتهافتة في بياناتها ومتلكئة في مسيرتها، ولم تكن موفقة في خططها بسبب غياب الرؤية الواضحة وتردي المنظومة الصحية البائسة. المزيد في سياق المادة الآتية. جميع البيانات والإرشادات التي تصدر عن وزارة الصحة ومعظم الإجراءات التمديد لا تحمل معها أملاً ولا وداً ولا تبديلاً، كلها لطمية بلطمية وتجديد في تجديد ووعيد في وعيد، وكأن الشعب العراقي هو الذي جاء بالوباء وليس الصين الشعبية. لهذا فإجراءات القمع والاستهانة ظلت موجودة وطرق الأمل والانفتاح باتت مسدودة، بينما أصحاب الباجات الخاصة وعناصر الأحزاب الضالة تسرح وتمرح في الشوارع المفتوحة، والمواطن ووسط هذه الفوضى خرج هو الآخر ضاربا عرض الحائط التقيد بالتعليمات، ولأنه ببساطة فقد الثقة بمن يدير البلاد وبمن يتحكم بمصير العباد. إن لجنة الصحة والسلامة الوطنية أحادية النظرة في تفكيرها وخططها، فهي تعالج مشاكل الخروج إلى الشوارع وتتجاهل ما يحدث في البيوت من فواجع. فالأمراض النفسية استوطنت وحالات العنف استبدت والمشاكل العائلية زادت حتى وصلت لحدود القتل والحرق والانتحار. إن عدد الذين يموتون قهرا أو جوعا بالحجر المنزلي هم أكثر بكثير من الذين يموتون بمستشفيات الحجر الصحي، وكل ما فقدناه من أرواح بريئة بسبب التواطؤ في إدارة الأزمة وعدم فعالية النظام الصحي لم يتجاوز 200 فقيد. فماذا ستفعلون بالعراقيين لو أن الأعداد تخطت الآلاف؟ لا سامح الله. فالموازنة مطلوبة والمعالجة محسوبة. يقول كاظم المقدادي كذلك أن الحكومة خائفة من تجدد المظاهرات، فهي آتية لا ريب فيها، فلا الأوبئة توقفها ولا مزاج السلطة وأمراضها تمنعها، فلا تجعل من انتشار الوباء حجة للتغطية على الأزمات السياسية والاقتصادية، وما عليكم إلا الخوف من الشعب يوما كي لا تخافوا منه دهرا. ما يظهر على السطح رفض واستنكار دولي لعملية ضم الكيان الصهيوني 30% من الضفة الغربية المحتلة، وما يحدث تحت السطح أن حكومة الائتلاف اليميني بقيادة نتنياهو باشرت إجراءات الضم ولا تنتظر الموعد المعلن في الأول من تموز المقبل. عبد الوهاب بدرخان يرى في صحيفة العرب القطرية أن ما يعزز ثقة نتنياهو في خياراته هو أن التقارب والتعاون مع العديد من الأنظمة والحكومات العربية شكل ذلك تطبيعاً من دون مظاهر رسمية وسلاماً من دون اتفاق سلام. تعلم الدول العربية أن نتنياهو لا يؤمن بحل الدولتين وأنه يعمل لمنع ظهور دولة فلسطينية من خلال ضم كل القدس وتلك الأجزاء من الضفة الغربية. وفي تصريحات أخيرة قال نتنياهو إن الدولة الفلسطينية ستكون حبراً على ورق، ومع ذلك فإن شيئاً لم ولن يغير هذا التهافت العربي الذي يعزوه محللون غربيون إلى تعب عربي من القضية الفلسطينية، فيما استجدت متاعب ومخاطر أخرى بعض منها خارجي كالخطرين الإيراني والتركي بحسب الاستفافات، وبعض آخر داخلي كالانقسام حول الإسلام السياسي. إذا كانت بيانات الجامعة العربية تعكس موقفاً عربياً واحدة، فهذا أصبح بدوره ومنذ زمن مجرد حبر على ورق. فالجامعة اعترفت بفلسطين دولة وأقرت عضويتها وأيدت تسوية سلمية تفاوضية تنهي الاحتلال وتصون حقوق الشعب الفلسطيني في أن تكون له دولة على أساس قرارات الشرعية الدولية. فشل العرب طوال 4 عقود في حسم القضية عسكريا مهد عمليا لفشلهم طوال 3 عقود في تسويتها السلمية، إذ تخلوا عن خيار الحرب بحثا عن السلام، فيما تمسكت إسرائيل بخيار الحرب وصولا إلى سلام من دون تنازلات، وهو ما يساوي في نظر المجتمع الدولي
تكريسا للسطو على الأرض وتشريعا للاحتلال. وبحسب عبد الوهاب بدرخان فإن ما يستعد الكيان الصهيوني للإقدام عليه هو جريمة موصوفة أمام أنظار المجتمع الدولي الذي لا يستطيع أو الذي يستطيع أن يتخذ أقوى المواقف ضدها. لكن الموقف العربي يربكه ليس فقط بازدواجيته وباطنيته وقصر نظره المستقبلي، بل خصوصا باستهتاره بالقيم والقوانين الدولية في تقديم قضيته المركزية كما يسميها. نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا للكاتب إيشان ثاروار اعتبر فيه أن رئيس دونالد ترامب هو أسوأ شخص مؤهل لكي يجمع أمة جريحة ومنقسمة، وذكر بأن الولايات المتحدة شهدت على مدار أيام احتجاجات بسبب مقتل جورج فلويد في المقابل تعهد ترامب بالانتقام من المحتجين الذين شاركوا في أفعال وصفها غير قانونية، ورفض غضبهم واعتبر بأنه عمل جماعات تريد إثارة المشاكل، ولكنه لم يقل شيئا حول الطريقة التي تعاملت فيها الشرطة مع المتظاهرين. الكاتب يقول إن كل هذا جاء في وقت يعاني فيه الأمريكيون من انهيار اقتصادي بسبب أزمة فيروس كورونا، ويتابع بالإشارة إلى أن أمريكا خفضت في ظل حكم ترامب من حمايتها لحقوق الإنسان وحكم القانون في أجزاء أخرى من العالم، ولكن أحداث الأسبوع الماضي هي كتالوج انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم المنظمات بتوثيقها في أجزاء أخرى من العالم. ويقول الكاتب إن بقية العالم يراقب، فحركة حياة السود مهمة سمع صداها لندن وتورنتو وبرلين، ويراقب في الوقت نفسه منافسو الولايات المتحدة ما يجري. فوزارة الخارجية الروسية قالت إن حادث فلويد ليس الأول الذي تستخدم فيه الشرطة الأمريكية الطرق العقابية، ثم هناك الصين التي انتهز فيها المسؤولون الفرصة للهجوم على الولايات المتحدة التي انتقدت الإجراءات الصينية الأخيرة في هونغ كونغ. وبحسب الكاتب فقد ظل الإعلام الغربي والأمريكي يتحدثان عن الطرق القاسية التي تمارسها السلطات الصينية مع المتظاهرين في هونغ كونغ، مع انتشار الصور عن المتظاهرين والصحفيين الذين تعاملهم الشرطة الأمريكية بقسوة. فلن يكون بمقدور ترامب وحلفائه تأطير الوضع بنفس الطريقة، فموقف ترامب لا يختلف عن بقية الدول المستبدة التي حاول مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين النأي ببلاده عنها. ويضيف إيشان ثاروار أن ترامب سار على نهج الصين التي رفضت الالتفات إلى مطالب المتظاهرين القلقين على حريتهم السياسية، ولم يظهر أي تعاطف مع المظالم العميقة الأمريكية المتزايدة ضد العنصرية. للسير بشكل آمن وطبيعي وعلى مختلف أنواع الأراضي، ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة برنامج كمبيوتر يتيح لمستخدمي الأطراف الصناعية ولا سيما الأقدام الصناعية القيام بذلك. وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن البرنامج يعطي للأطراف الصناعية القدرة على الرؤية مل واحتساب احتمالات الخطورة في أثناء الحركة، وتعمل المنظومة عن طريق كاميرا صغيرة مثبتة على الطرف الصناعي. وقال الباحث إدغار لوباتون من جامعة نورث كارولينا الأمريكية، قال إن البرنامج الذي طور يتيح لمنظومة الذكاء الصناعي التي تتحكم في الطرف الصناعي يتيح لها التنبؤ بنوعية الأرض التي سوف يسير عليها المستخدم وتحديد المخاطر المرتبطة بالسير، ثم الاستفادة من هذه النتائج في عملية اتخاذ القرار أثناء الحركة. إلى الكاريكاتير الآن.
نهاية صدى الأقلام، دمتم وإلى اللقاء.